نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومة وشعب قطر الشقيق في هذه الأيام الوطنية المجيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات. العلاقة الكويتية القطرية ولله الحمد قوية ومتينة، يرعاها سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، ويدعمها الشعبين في البلدين. الإنجازات التي تحققت في دولة قطر والطفرات الكبيرة في البنى التحتية محل إعجاب الجميع، وصولا إن شاء الله إلى 2022، ونفرح سويا في إقامة أكبر حدث في المنطقة ضيافة أشقائنا في قطر هو كأس العالم.